بسم الله الرحمن الرحيم. أخو الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرصة طيبة أن نلتقي كوزارة والفنيين وبحضور الحكومة المحلية والسادة نواب محافظة بيقار. طبعا هذه الزيارة الثانية أن وعندنا مشاريع نتابعها، عندنا مشاريع نفتتحها ضمن منهجيتنا في متابعة تنفيذ برنامجنا في كل مجالاته خصوصا الجانب الخدمي. بالتأكيد محافظة بيقار لها خصوصية، محافظة تستحق من عندنا العمل والخدمة وإكمال المشاريع، فتح مشاريع جديدة. تلاحظون حضراتكم خصوصا السادة النواب أنه إحنا بصدد أو أمام مشاريع متلكئة وتأخرت كثيرا لولا المتابعة من قبل الجميع، حكومة وبرلمان وحكومات محلية، لما أنجزنا هذه المشاريع بهذا الشكل واضح واللي نتابعه في كل محافظة. في كل محافظة عندنا منجز وعندنا مشروع يتم إكماله ولله الحمد. قطاع الكهرباء بالتحديد وخصوصا في هذا الفصل الذي شهد ارتفاعات غير مسبوقة بدرجات الحرارة، المشكلة لا تنحصر في التوليد بقدر ما هناك مشكلة في النقل والتوزيع. في هذا الموقع بالذات هذه المشاريع اللي تفضل السيد الوزير والأخ المدير العام ومدير المحطة بحديث مختصر، بإكمال هذه المشاريع راح نوفر طاقة كهربائية ما راح تجي بالتوليد، لكن راح تجي من خلال نقل جزء من طاقة الكهربائية من الشبكة سواء كان من الرميلة أو من الناصرية حتى توصل إلى أقضية ونواحي في جنوب الناصرية. يعني شقد ما نهتم بقطاع التوليد وإضافة محطات إنتاج، عندنا اهتمام ومتابعة وتخطيط ومشاريع حالية ومستقبلية بخصوص النقل والتوزيع. لا بل أن البعض ومن الفنيين يأكد أنه إذا تم إكمال كل محطات النقل والتوزيع ورافقها جباية وترشيد ممكن إحنا نقدر نوفر كهرباء مستمرة ومستقرة للمواطنين، وهذا جانب مهم بدنا نعمل عليه. أكيد العمل يراد له جهد، يراد له وقت، يراد له صبر. نعرف أهالي محافظة بيقار الأعزاء كانت عندهم مطالب وكان عندهم مناشدات ووصلتنا من خلال الحكومة المحلية من خلال السيدات والسادة النواب، وهذه المطالب هي أصلا موجودة في خططنا.